فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من بريطانيا تقول: هذا سؤال ضروري. تقول: يا فضيلة الشيخ، قد صبرت على زوجي 6 سنين، فهو يدخل على غرف في الانترنت فيها دعارة وغير ذلك، فبماذا تنصحني يا شيخ، علما بأني لم أخبر أحدا غير سماحتكم، وقد ضاقت بي الأرض وأصبح لي هذا الأمر كابوسا، ولا أستطيع أن أواجه الزوج شخصيا، فبماذا تنصحني؟ هل أذهب لأهلي أم أنصحه وأكلمه؟ فوالله إني في كربة لا يعلمها إلا الله. بارك الله فيك، وهذا يدل على خير والحمد لله، يدل على غيره، ولكن عليك بنصيحته، بينك وبينه عليك بنصيحته وتكرار النصيحة، فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل وكان في ذهابك إلى أهلك ردع له وزاجر له أن يترك هذا الشيء، فاذهبي إلى أهلك، لأن هذا لغرض صحيح. نعم.